صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرة الرياضة. أنا سماء حكون مدربتكم لليوم، واليوم حيشاركونا سعد وأحمد. صباح الخير. اليوم رح نعمل تمارين مقاومة لشد كل عضلات الجسم بنفس الوقت، لرفع عملية الأيض ولزيادة كثافة العظم. هلأ بدي إياكم تجهزوا فرشة أو أرض مريحة نقدر نتدرب عليها، وبنفس الوقت إذا عندكم أي شكل من أشكال الأوزان بالبيت برضو منحتاجهم. إذا حابين تعبوا أناني مي رمل أو حجار، أي إشي بس يكون عندكم مقاومة على العضلة. رح نبلش أول تمرين إلنا على الأرض، بوش أبس. رح ننزل على الأرض، نفتح إيدينا أعرض من المات، نشد معدتنا لجوا. عندكم خيارين لهذا التمرين، على أصابع إجريكم معي أو على ركبكم معي. رح ننزل ونطلع، كل تمرين رح نعمله 14 مرة. شدوا لي معدتكم لجوا، الكوع لبرا، إيدينا أعرض من كتافنا، معدتنا مشدودة لجوا وجسمنا بخط مستقيم واحد. آخر أربعة هون وآخر وحدة. أوكي رح نرجع نطلع لفوق، نمسك الويت تاعنا ورح نبلش أول تمرين إلنا. نفتح إجرينا على فتحة كتافنا، نشد معدتنا لجوا شوي شوي، رح ننزل لتحت ونفتح إجرينا إيدينا، نحاول نوصلهم لعند كتافنا. كمان مرة ننزل لتحت شوي شوي، نرفع إيدينا لفوق. هلأ الفكرة من هذا التمرين بدي إياكم تحاولوا تصغروا المسافة بين اكتافكم عشان نشغل عضلات لوح الكتف. رح يمشي التمرين بطيء، دائما لما يكون عندنا أوزان نفكر بالأمان أول والتكنيك الصحيح، بعدين نقدر ننتقل لسرعة. المعدة مشدودة لجوا، وأهم شيء تذكروا تخلوا ظهركم بخط مستقيم واحد. هلأ لما بننزل لتحت لعند ركبنا عم بيشتغل عضلات السفلية للظهر، ولما بنطلع لفوق عم نشغل العضلات العلوية للظهر. آخر ثلاثة هون، رح ننزل لعند ركبنا، نرجع نطلع لفوق. كل ما فردنا إيدينا كل ما صار التمرين أصعب. وآخر وحدة هون. alright رح ننتقل للتمرين الجاي، رح نقعد لورا بالكرسي تبعنا ونرفع إيدينا على نفس مستوى كتافنا ونرجع نطلع. 14 من هدول، نشد معدتنا لجوا قد ما بنقدر. very good، ورح نرفع إيدينا نوقف على مستوى كتافنا بالضبط. هلأ إذا حسيتوا هذا التمرين كتير صعب بوزن، تقدروا تعملوه بدون أوزان. alright آخر أربعة هون، ما تنسوا تتنفسوا، طلع نفس لبرا لما نطلع لفوق. آخر وحدة. أوكي رح ننتقل لوضعية لانج، إجر بالأمام متنية وإجر بالخلف ممدودة، ننزل ظهرنا لتحت. من هون بدياكم تقربوا كتافكم على جسمكم قد ما بتقدروا، نشد للخلف، بعدين حنمد إيدينا لورا، نرجع ندخلهم لجوا ونريحهم لقدام. كمان مرة big squeeze back، نمد إيدينا للخلف ونعد 14 هون قبل ما ننتقل للإجر الثانية. good، ضايلنا 12 وحدة. هلأ هون عضلات الظهر وبنفس الوقت العضلات الصغيرة اللي موجودين بخلف الإيد. good آخر أربعة هون قبل ما ننتقل للجهة الثانية. ثلاثة اثنين، وزي ما اشتغلنا على هاي الإجر بدنا نقلب على الإجر الثانية نعمل نفس التمرين مشان الجهتين يكونوا متساويين. هلأ ظهرنا للأمام مشان ما نحط أي ضغط على كتافنا، big squeeze back، مد إيدينا للخلف ننزلهم لتحت. كمان مرة good، وضايلنا 12 هون. تمارين المقاومة أسرع طريقة لتوصلوا لحالة بدنية أفضل. لما نزيد كتلة العضل منقلل نسبة الدهون بالجسم وبنفس الوقت منرفع عملية الأيض.
آخر أربعة وثلاثة، آخر اثنين هون. ناخذ اكتافنا للخلف، مد إيدينا لورا، وآخر واحدة. Good. كثير منيح. رح ننتقل للتمرين اللي بعده. من هون نذيح الأوزان على كتافنا، رح ننزل نقعد لورا، ناخذ وزن لإجر، نرجع نطلع، ونفس الإيد رح تطلع لفوق. كمان مرة رح نشتغل نفس الجهة ل14 مرة، وهي رقم 13، وما ننسى نتنفس. قرا اعطوني كمان 10 هون، نقعد لورا قد ما بنقدر. 8. اوكي، كيف تعرفوا اذا حاملين الوزن المناسب لكم؟ واخر اربعه، اذا وصلتوا للنص التكرار ولسه حاسين التمرين سهل، ما حسيتوا نبضات القلب عم ترتفع، ما حسيتوا مقاومه من الوزن، معناته الوزن خفيف. بدنا نزيده شوي. Alright، رح نبدل على الجهة الثانية نفس الإشي. نقعد لتحت، ناخذ الوزن لجهة ونرجع نطلع. لما تنزلوا لتحت، خلوا ظهركم مستقيم، حاولوا تعملوا دوران من الخصر. وآخر 10 هون. كمان 8. إذا بلشتوا تحسوا إجريكم عم بيحرقوكم، هذا إشي ممتاز، معناته عم تشتغلوا صح وعم تستفيدوا من تماريننا. وآخر وحدة هون. جود، كثير منيح. هلا من هون رح نستعمل الوزنين، نسكر إيدينا على بعض، رح ناخذ لنج كبير لقدام، نثني الإجر الخلفية أول ونعمل دوران لليمين بعدين شمال. رح نرجع للوضعية اللي بلشنا منها ونبلش بالإجر الثانية ونبدل. Good. كمان 8. الإذن مفتوح. بدنا نحاول نعمل 90 درجة بالإجر الأمامية والخلفية بنفس الوقت. 6. هلا بعد ما نخلص هدول رح نرجع ننزل على الأرض، نعمل تمرين للجزء العلوي من جسمنا ونضيف عليه تمارين للمعدة. آخر وحدة هون. Alright، رح ننزل على الأرض وناخذ الأوزان تبعونا معنا. رح أورجيكم خيارين، الخيار الأصعب مع الشباب والخيار الأسهل خليكم معي. هلا الشباب رح يمدوا إجريهم لفوق، أنا رح أخليهم متنيين. من هون رح أنزل إيدي لعند الأرض قد ما بقدر، وهلا بنفس الوقت إجرين رح ينزلوا لتحت. شوي شوي نفتح، ومن هون نرفع كتافنا عن الأرض. كمان مرة، شوي شوي ننزل لتحت، نرجع نطلع، نرفع كتافنا عن الأرض. ما ننسى نتنفس، طلع نفس لبرا، ندخله لجوا. كمان مرة نطلع نفس كبير لبرا. آخر 8 هون. لما نفتح إيدينا للجنب عم نشغل عضلات الصدر، ولما ننزل إجرينا لتحت عم نشغل العضلات الصغيرة اللي موجودين بأسفل البطن. آخر وحدة هون. Good. رح نرجع نطلع لفوق. Alright، خذوا الأوزان تعونكم معكم شوي شوي لما تطلع لفوق مشان ما تدوخوا. رح نسكر، رح نفتح مسافة صغيرة بين بين إجرينا، نطلع على أصابعنا من هون ونرجع ننزل. هلا بنفس الوقت رح نفتح إيدينا للجنب وننزلهم جنبنا كمان مرة. لما تعملوا هذا التمرين اتأكدوا تشدوا كل إشي لجوا. Good. نطلع لفوق وننزل لتحت. نفس الإشي، إيدينا رح يوقفوا على مستوى كتافنا. هلا عم نشتغل على العضلات الكتف، عضلات صغيرة بس تقريبا عند كل حدا من أضعف عضلات الجسم. وآخر ثلاثة هون.
آخر اثنين. جود. آخر واحدة. رح نسكر إجرينا على بعض ومن هون نفتح إيدينا 90 درجة بجمنا. ننزل نقعد لتحت شوي شوي، نطلع لفوق نسكر إيدينا على بعض لما نطلع لفوق. هلأ عم نستهدف العضلات الخلفية للإجرين. شوي شوي ننزل لتحت، شوي شوي نطلع لفوق. كثير منيح. كمان خمسة. آخر واحدة من هذا التمرين. جود. رح ننزل الأوزان على جنب وننزل على الأرض لآخر تمرين إلنا لعضلات المعدة. هلأ رح نبلش بوضعية بلانك. الكوع بالضبط تحت الكتاف والجسم بخط مستقيم واحد. تضلكم على ركبكم معي أو تخليكم على your toes. رح نطلع لفوق وننزل لتحت. وهلأ لما نطلع لفوق الإيدين رح يضلهم تحت الكتاف بالضبط وجسمنا بخط مستقيم واحد. الاشي الوحيد اللي بيتحرك ايدينا. هلا هذا التمرين اعملوه بالسرعه اللي بتريحكم. ممكن تمشوا معي ابطا مني او اسرع مني. اخر وحده. alright رح نقلب للجهه الثانيه. نطلع بالايد الثانيه اول. اخر اربعه. اربعه. good. ثلاثة. آخر اثنين وآخر واحدة. alright رح نرجع نطلع لفوق ناخذ نفس كبير لجوا. وهلأ نيجي لآخر جزء من تمريننا اللي هو إطالة. ناخذ نفس كبير لجوا ونطلعه لبرا. رح ندفع إجل لفوق، نسكر الركب على بعض، نحاول نفتش الحوض للأمام، نشد معدتنا لجوا، نحس بالإطالة بالعضلة الأمامية من إجلنا. شوي شوي ننزل إجلنا لتحت. رح نلمس أصابع إجرينا، نثني الإجر الخلفية ونفرد الإجر الأمامية ونبدل على الجهة الثانية. good. حاولوا تسكروا الركب على بعض وإدفشوا الحوض للأمام، حسوا فيه هون. ننزل لتحت، نمسك أصابع إجرينا إذا منقدر والإجر الخلفية متنية. ننتقل لإيدينا، نفرد إيدنا للجنب، ناخذها وناخذها لفوق. good. نقلب على الجهة الثانية. اليوم تقريبا اشتغلنا على كل عضلات الجسم. ناخذها لفوق كمان مرة. ناخذ نفس كبير لجوا، نرفع دقنا لفوق، ما نحاول ننزل راسنا لتحت. رح نريح ظهرنا، نرفع الكعب عن الأرض شوي شوي يمين وشمال. ممتاز. ايدينا ورا ظهرنا، نفتح صدرنا قد ما بنقدر ونشد ايدينا لورا. جود. رح ناخذ ايدينا للامام، نعمل دوران بظهرنا للامام، ناخذ دقنا لعند صدرنا ونريح العضلات الخلفيه للظهر. كثير منيح. ناخذ اخر نفس كبير لجوا من منخارنا ونطلعه لبرا. هيك وصلنا لاخر حلقتنا، بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. يعطيكم العافيه شباب، بنشوفكم بكره مع فقره رياضيه جديده. باي باي.